صار لنا 10 ايام والله العظيم ماكو مكان. ماكو مكان؟ كل هالمطر وهذا كله احنا جوا. حتى المساعدات ما تجي. بالله العظيم. كل المساعدات احنا بالله وبيكم. قادر ما يصافي. شلون وضعيتكم؟ تعبانه لو تنطونا اكل يعني يومين عجينه فوق ال 20 ثراني. ولا ناكل ولا نشرب. والله ما من المطر والبرد. يعني انتم خارج المخيم هسه لانه ماكو خيم داخل المخيم. ماكو. مساعدات ما توصلكم نهائيا. ابدا هاي نجي يومين هنا واحنا على المخيم. نروح نركض ما نحصل شيء. والله نركض هناك ما نحصل شيء نرجع تعبانين. صار لكم ايش قد متحرطوا؟ صار لنا 10 ايام يا منطقه انتم احنا مريحانين هسه انتم وضعكم يعني وصار لنا 3 سنوات احنا هاجين يعني تقريبا شويه من زمان هاجين وين تنامون؟ برا والله العظيم برا والله امبارح بالمطر جاي بعد تعال نسوي نجي بواري نشحذ من العالم ومن هنا ومن هنا تعلمت منه مكان بس خرجوا الليل ونجي خاطر من المطر هسه ثلاث عوائل كم عائله انتم هنا بهاي؟ هسه احنا 3 عوائل اشوف شايف مجروط وقاعد بشوف يعني هاي الخيمه الصغيره 3 عوائل بيها؟ 3 عوائل وهذا هم بثلاث عوائل شو البيت هذا؟ مساعدات نهايه ما حد يوصلكم لان انتم خارج المخيم الخيرين احنا نركض هنا وداخل المخيم يقولون ما توصلنا مساعدات انه خارج المخيم شو تطالبون الحكومه حجي؟ نطالب سيدنا مكان نقعد فيه بس مكان نقعد فيه يعني حتى اكل ما عاد فيه شرب ما اريد بس مكان اجو مطر وتبهدلني جهال عندنا جهال مرضى وعندنا اشياء مجلوطين اصلا شايب مجلوط شايبنا مجلوط هنا بجلطه وعندنا عجوز عاميه تعال شوف والله العظيم عجوز عاميه وشايب مجلوط وجهال 15 نفر احنا والله العظيم 15 نفر 15 نفر بهاي الخيمتين بهاي الخيمه هذه وهذه يمين هذه بيمين عائلتين هسه هذه صغيره هذه فيها 30 30 نفر تعال شوف لا حول ولا قوة الا بالله يعني البارحة انا شفت عائلتي طلعت برا لما تبشر والمطر كله علي وولادي مرضى كلهم هم نفر ومسخرين دعوانا احنا بس ندري مكان وقت يجيبوا الاكل يعدوا ما يقدر ياكلونه ولا والسيارة تطلع من هنا ما ترجع اخوي ابو حتى الدكتور يقول لنا خيم نريد لنا والله ترزدنا ام محمد احنا بعرض ندفع على الله وعليكم ترى دشرنا جهنم والله تمرضت طالبين المسؤولين انه يوفروا لك مكان الله ينطيك بس هذا المكان اسود مرة احنا نريد يوم قبل باكر مو تاخر علينا بس باكر الظهر العصر تجينا خيم متنا والله طالب المسؤولين ان شاء الله يلبون طلبكم احنا راح نوصل صوتكم ان شاء الله والله تبهدلنا تبهدل هذا 15 يوم العجلات لا سبحاني لا اكل زين شنو قعدتنا هيك انتوا خارج المخيم هسه احنا اي والله بس افتحوا لنا خيم شنو نقعد بيها حي الله خيم مساعدات ما وصلتكم اي شيء والله تجينا اكل شلنا بالمساعدات بس الاكل وين نوديها لا بيوت عندنا ولا كل شيء زين شلون متحملين بالمطر والبرد والله موت حمر بالليل ما ننام قاعدين قعود هذا الجهال ضحك عليها شحالها على شي سمن الله لا يوفق داعش ان شاء الله ان شاء الله يهجم بيته شو تطالبون الحكومه؟ نريد بس الله يستر علينا نقعد ببيوت زينه نرتاح ما اريد كل شيء. قول يريد لنا مكان نقعد بيه هو بس يريد لنا مكان خيم شوف شو يطلع من ايديكم هذا. اسرع وقت ما قاعدين اي والله تبهدلنا الساعه المطار اليوم شايلين هم الليل وين نروح؟ البارحه ساعه كل الليل انا بتشول واي مريضه واني مريضه عندي المريضين الغلال من البرد اموت. الله يساعدكم والله العظيم. ان شاء الله احنا نوصل صوتكم للمسؤولين ان شاء الله. جلطات وولادي تراجفون وانا كل الليل مسخن وارجع شلون بالمطر ناقص؟ ايش نسوي ما عندنا خيار المخيم رحتوا له؟ كل مره اروح عليهم يقولوا مليانات يا ابا داخل على الله وعليكم شو تطالبون الحكومه حجيه؟ بس خيام مساعدات والله ينصرهم ان شاء الله هاي تنامون باي السياره؟ وين ننام بس يعني بشر باي السياره تنامون؟ بشر يا بشر والله يا ابي هذا مكاني الله يشهد علي هذا مكاني كل هالليل تراجفاني وانادي والله والله بس على هالزمه تشوف هذه انا بس هذه امي مرت ابوي قلت له بالله قامت منه رجع خبر المطر كل الليل يعني المطر فوق هي وعدها طفلين هذا دحج عليهم هذول دحج عليهم اي هذول والله العظيم هاي سياره تنامون بيها هاي سيارة. لا ما ناموا ها
بتشول والله كنا بتشول. هاي بيها قش وين انا بتشول. هذا غلط فيه. وين ابو كون ابو كون ابو كون تونا ها شلنا مين اشتغل شو الله نعمله يا داخل على الله وعليك. شوف خالي فوت تف ورا تف ورا عبودي تعال تف ورا. لا والله لسه. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شلونك حجي؟ ما يسمع. خلي يشوفهم المسؤولين، خلي يشوفهم المحافظ. انظر بعينك وارحم بقلبك اخي المسؤول. اخي المسؤول احنا الان في منطقة حمام العليل خارج من المخيم، هواي العوائل في العراق تحت الامطار وتحت الهواء البارد. البارح الماء يجري من جواني ومو طالع عليه. اي والله هذا فراش القاع، فراش القاع حسبي الله ونعم. ابد لا جدريات كله خلونا مكان، لا بطانيات فراش القاع كله بطانيات لو لون او ما كله. حتى لو واحد يعطينا هرس نبيعه مخر ما اعرف نودي. احنا نطالب المسؤولين لازم يجون يشوفون صورة حال ويسكنونا، ترى بعدنا ما ربينا قابليه يجوز يوم انا ما نتحمل المحافظين نقطة الفات ما مرقع. ليش نشر هذا بالقاع المحافظ؟ عشان هو يقدر يسب سب إنه قبل بالخيام قبل مباشرة المحافظ. جاي الانتخابات جاي إن شاء الله. جاي. إيه. أبدا انتخابات فات عشونا. جاي الانتخابات. جزيلا. المسؤولية خليه يطلع، والله العظيم إذا ما قد المسؤولية خليه يطلع، لأن تعبنا ثلاث سنوات تعبنا.